رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اجتماع عمل خصه سموه لبحث تحقيق أهداف إعادة هيكلة الحكومة ليتواءم مع المرحلة المقبلة وبما يحقق التوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص، حيث عقد سموه صباح اليوم اجتماع عمل لبحث تحقيق أهداف إعادة هيكلة الحكومة عبر خطط عمل وبرامج تنفيذية وفق أولويات وجدول زمني محدد بالشكل الذي يزيد من إنتاجية الجهاز الحكومي وينأى به عن التضخم الذي لا يتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الاجتماع عددا من الأفكار والخيارات لتقليل عدد الوزارات والهيئات ودمج بعضها البعض دون الإخلال بتحقيق برنامج عمل الحكومة الذي التزمت به وبما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية للدولة وتوجهاتها المستقبلية في ظل التحديات وبخاصة الاقتصادية منها. وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء لدراسة عدد من التوصيات وتقديم المقترحات لسموه بشأن تنفيذها.